لما تلقينا خبر استشهاد ابننا يوسف، الإذاعة الإسرائيلية أثبتت أنه هو في صارت عملية تسلل على الحدود وأنهم بزرع عبوات، ولكن هذا فيش منه. بالنسبة لابننا يوسف هو إحنا إنه أرض شرق تبعد عن السلك 800 متر وبزرع فيها وبقعد فيها وبشتغل فيها بحكم أنه هي قريبة، ولما كان موجود هم طبعا كان عندهم مناورات وابننا كان في الارض بيشتغل، فخبطوه بالقذايف بالدبابات، وعلى اثر الخبط هذا استشهد.